على أعزاء في كل مكان. شوطنا الرابع عشر في تعداد هذه الأشواط الصباحية للأبكار. اللقاي المحليات الأصايل 5 كيلومتر مسافتنا المقررة لهذا السن. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول من تتقدم الجميع. هنا سلطة مبخوت بن عبد الله بن عفش المنهالي من يقدم لنا سلطة مع المركز الأول. ثاني المراكز اللي في المركز الثاني تأتي العزوب ناصر بن عبد المحسن بن ناصر الهاجري من يقدم لنا العزوم مع المركز الثاني. انتقل مباشرة إلى المركز الثالث ورا من تتقدم هناك ناصية سلطان بن حمد بن مطر بن عميرة الشامسي من يقدم لنا ناصية مع المركز الثالث. رابع المراكز اللي في المركز الرابع تقدمت مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات الوارية محمد بن عبيد بن راشد بن خليفة المهيري من يقدم لنا هذا الاسم للواري مع المركز الرابع. خامس المراكز أرى مشاهدينا الكرام ريهان لسالم بن سليم بن خصوان العامري من يقدم لنا هذا الاسم لريهان. تغير من مركز إلى مركز وصولا مع المركز السادس في هذه اللحظات من تتقدم مشاهدينا الكرام. وتأتي غازية سعيد بن محمد بن سعيد العميمي من يقدم لنا هذا الاسم وتحتل المركز السابع. المركز الثامن من تأتي مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات هناك أرى اللي هي فن راشد بن طالب بن راشد بن شريم المري من يقدم لنا فن. المركز التاسع تأتي ريتاج محمد بن سيف بن حفيظ المزروعي من يقدم لنا ريتاج. الوصول والقدوم من علي هادي بن حمد بن عفسان المنصوري من يتقدم بهذا الشعار. هكذا النتيجة هكذا النداء الأول. نعود إلى مقدمة الشوط نعود إلى المركز الأول إلى الصدارة. السلطة هي من تتسلط مع مقدمة الشوط بكل سلطاتها. مبخوت بن عبد الله بن عفش المنهالي من يقدم لنا هذا الاسم وهذا الانطلاق والمسار. المركز الثاني من تأتي مشاهدينا الكرام وتحتل المركز الثاني تتقدم بمسار وتقدم ممتاز. شعارك يا بن عميرة من تأتي مشاهدينا الكرام هناك اللي هي يا سلام ناصية سلطان بن حمد بن مطر بن عميرة الشامسي من يقدم هذا الاسم والشعار. المركز الثالث الوصول والقدوم من الوارية محمد بن عبيد بن راشد بن خليفة المهيري يا سلام من يقدم الوارية مع المركز الثالث. المركز الرابع تأتي غازية سعيد بن محمد بن سعيد العميمي مع المركز الرابع. وفي خامس المراكز شوط المحليات يا سلام فن راشد بن طالب بن شريم المري من يقدم لنا هذا الاسم وهذا الشعار والانطلاق. تقدم الممتاز مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات من تأتي هنا وتتقدم ريهان سالم بن سليم بن خصوان العامري من يقدم لنا ريهان. هكذا مشاهدينا الكرام الكل يتقدم الكل ينطلق من أجل الفوز والناموس والانتصار. هناك أيضا الوصول والقدوم في هذه اللحظات يا سلام من تأتي مشاهدينا الكرام العزوم ناصر بن عبد المحسن بن ناصر الهاجري ولكن وصل عطوة عالي هادف بن حمد بن عفصان المنصوري من يقدم لنا عالية. هكذا نتيجة الشوط هكذا النداء هكذا المسار. نعود إلى الكيلو ونصف الكيلو الفيصل عن خط النهاية ومقدمة الشوط والمركز الأول يا سلام اللي في المقدمة ما سلمت المهمة مسيطرة مع البداية. سلطة سلطة في مقدمة الشوط بكل السلطات لأجل الناموس. مبخوت بن عبد الله بن عفش المنهالي مع المقدمة ناصية من ترافق سلطة سلطان بن حمد بن عميرة الشامسي يا سلام. غيرت ناصية غيرت من سمعة الزقرة احتلت الصدارة والمسار الأول. من يقدم هذا الاسم مشاهدينا الكرام لناصية سلطان بن حمد بن مطر بن عميرة الشامسي. أهل صبره ينتظرون السلام كما عودتهم يا أبو حمد مع الأمتار الأخيرة بالنواميس والانتصار. هل زاخر وهل سيح صبره القادمة الواصلة. فن يا فن ذوقها فن ركضها شكله فن راشد بن طالب بن شريم المري. هناك أيضا اللي هي مشاهدين الكرام عالي باحثة عن على الناموس هادف بن حمد بن عصان المنصوري ولكن وصل بن هية. ويا مرحب أبو سالم منصور بن سالم بن هية العامري أول ذاعة للواعية من
تأتي مباشرة إلى المركز الرابع. هنا مشاهدينا الكرام انطلقن اللقاية وطارن اللقاية طارن. هناك أهل سيح صبرة يسيطرون مع الناموس إن لم تكن بشريم، إن لم يكن هناك بن عفصان الثلاث اللي بهنزان اللقاء. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، انطلقت فن وانطلقت عالية عالية وفن فن عالية فن فن بشريم وعالية بن عفصان مع المركز الثاني. وأيضا ناصية بن عميرة قادمة بكل قوة. المحليات اللي صايل لي بهنزان اللقاء يحلو الميدان عاصمة الميادين، ولكن بن شريم غادر بن شريم، انطلق بن شريم، انطلق بو طالب راشد بن طالب بن راشد بن شريم. المري مع فن، ذوقها فن، عرضها وشكلها وأداها فن. أشكرك يا بن شريم، سلام فن سلام، سلام المملكة سلام، سلام بن شريم سلام على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني ناسي سلطان بن حمد بن مطر بن عمير الشامسي، عالي هادف بن حمد بن عفصان المنصوري. المركز الرابع الواعي منصور بن سالم بن هي العامري. المركز الخامس كان من نصيبه مشاهدينا الكرام غازي سعيد بن محمد بن سعيد العميمي. هكذا النتيجة مشاهدينا الكرام، ولكن نذهب مباشرة إلى التوقيت الزمني وأثناء وصول فن مع بن شريم. تهانينا والناموس قطعت المسافة في زمن وقدر مشاهدينا الكرام 7 دقائق و41 ثانية، 3 من الأجزاء. فن راشد بن طالب بن راشد بن شريم المري على هذا الناموس والانتصار. من حلة ثانيا مشاهدينا الكرام التوقيت الزمني 7 دقائق 42 ثانية، 5 من الأجزاء اللي هي ناصية سلطان بن حمد بن مطر بن عمير الشامسي. المركز الثالث وصلت مشاهدي الكرام عالي هادف بن حمد بن عفصان المنصوري، قطعت المسافة في زمن وقدر 7 دقائق. التوقيت الزمني نشوفه أثناء وصول عالي لخط النهاية، قطعت المسافة 5 كيلومتر في زمن وقدر 7 دقائق 43 ثانية، 9 من الأجزاء، جزئين من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.